أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ما ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تغمر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا قل رأيتم من أهلكني
تعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم بلغ صلى ما قرناه ونور ما تلوناه من كلامك المجيد والفرقان الحميد هدية واصلة منا ورحمة شاملة منك يا ربنا خصوصا إلى روح نبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والتسليم ثم إلى أرواح جميع أزواجه وعترته وخلفائه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأئمة الأربعة المجتهدين وجميع أولياء أمة وعلماء ملته رضوان الله عليهم أجمعين اللهم يا ربنا وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واحفظنا فإنك خير الحافظين وصلى الله على حبيبه ونور عرشه قاسم رزقه وزينة فرشه ومظهر لطفه نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين